تعالوا نشوف مجموعة من الشباب ردوا وقالوا دلالات معنى السلام بالنسبة لهم. تعالوا نتابع. بالتأكيد بتكلم على موضوع السلام. أنا كإنسان، أنا كابنة، أنا كموظفة، أنا كأخت، أنا كأي شيء موجود على هذا البلد الجميل، بهمني شديد إنه أنا أكون موجود في جو بتاع سلام ووئام، لأنه دي أول خطوات التنمية، إنه الناس تخط يدينا في يدين بعض وتتوحد وتمشي كلها مع بعض خطوة للأمام. السودان ما بيمشي شمال من غير شرق، ما بيمشي شمال من غير غرب، ما بيمشي شمال من غير وسط، ما بيمشي بأي طريقة إن كانت. تماسكنا وتكاتفنا واتحادنا والسلام اللي حيعم أرضنا ده بالتأكيد حينعكس على الفترة اللي احنا عايشينها دي. هي فترة ما سهلة على كل زول فينا، لكن كلنا مع بعض قادرين نمشي خطوة للأمام. أنا دائما قناعتي إنه مهما كانت خلفياتنا، مهما كان الاختلاف اللي بيناتنا، احنا كلنا دايرين وضع افضل، كلنا دايرين نعيش الحياة الكريمة، سواء كان لنا ولأهلنا لأسرنا للناس اللي بنحبهم. فالاوضاع المستقرة دي هتساهم شديد جدا في انه السودان كله يكون افضل، في انه يحصل اعمار، في انه كل جزء من السودان بتميز بميزات مختلفة عندنا. نحن دولة غنية جدا جدا وسرية، فالاتحاد ده حيساهم في نهضة اقتصادية كبيرة جدا جدا في الفترة الجاية. ويدي على يدك، شمال غرب شرق وسط، حينقلنا كلنا خطوة للأمام، والبنى بيتم ببناء كل جزء من أجزاء السودان، وزي ما بيقولوا كل أجزائه لنا وطن إذ نباهي به ونفتخر. واثقة جدا جدا إنه الفترة الفاتت إحنا تعلمنا منها دروس مهمة شديد، إنه أنا ما ببقى من غيرك وإنت ما بتبقى من غيري، والقروش اللي كانت بتدفع للحروبات والتفاصيل السيئة دي كلها ممكن تنوب عنها حاجات أهم، تنوب عنها مدارس تقوم، تنوب عنها تطوير وتنمية يحصل، تنوب عنها مستشفيات، تنوب عنها مؤسسات تعليمية، تنوب عنها طرق وجسور وكباري تربط السودان بكل أجزاء وتربط السودان بالعالم، ويبقى فعليا المكان الجاذب، ويبقى فعليا سلة غذاء العالم، ويبقى فعليا قلب القارة السمراء. سلام سلام. وفعلا ساكنة درمان، البلد الأصل جبال النوبة أو جنوب كردفان كدولي تحديدا. أحلام الطفل هي سلام، أحلام الأم هي سلام، عندما تبرأ الجراح على وجه الوجود، وفي حفر القنابل نزرع أشجارا، هذا سلام. عندما يتقلب الأموات على جنبهم ويناموا دونما شكوى، وهم عارفين أن دمهم لم يهدر عبثا، هذا سلام. السلام بالنسبة لي إنه أنا أقدر أمشي لأهلي في الجبال وهم يجوني من غير ما أخاف من طريق، من غير ما أخاف من حركات النهب المسلحة. السلام بالنسبة لي كوني إنه أنا ألقى حقي في البلد دي، فده سلام. السلام بالنسبة لي لما أسر الشهداء يكونوا مقتنعين إنه السلام جاء، فده سلام. السلام بالنسبة لي إنه كل الولايات تبقى الخرطوم من حيث الخدمات والصحة والتعليم. السلام بالنسبة لي لما ناس الولايات أو أهلي، لما الواحد يكون عيان ما يضطر يجي هنا عشان يلقى خدمات، بل إنه الخدمات تكون متوفرة هناك، فده سلام. السلام لما يكون ما في مدني عنده سلاح، فده سلام. السلام لما أنت تنتزع سلاحك وتخد بدله إن شاء الله وردة، فده سلام. السلام بالنسبة لي السلام بالنسبة لي إنه الوعي، فده سلام. السلام بالنسبة لي إنه أنا ما ضروري أتقبل رأيك، بس مفروض أحترمه، فده سلام.
السلام بالنسبة لي إنه أنا ما ألقى عنصرية ولا غيري يلقى العنصرية. السلام بيختلف مني لغيري. السلام بالنسبة لي إنه نعيش سواسية.